اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم معايا ايه بيبسي بيوتي. النهارده بقى هنعمل لها تصميم جديد جدا. بصوا ده شكلها في الصوره القديمه. النهارده بقى هنلبسها اللبس الشتوي من كتاب توب موديل احسن عارضه ازياء. وعايزاكم بقى في الاخر تقولوا لي رايكم بقى في النيو لوك اللي هعملها لها في الكومنتات. دلوقتي بقى ابتدي ان انا ايه اعملها نيو لوك فظيع. اوكي واو. بصوا بقى خلصت اللبس بتاعها بعد ما لبستها لبس الشتوي ومسكتها بقى معاها الاتنين جوانتي. الله عجبني جدا الشكل بتاعها. واو بصوا عملت لها كده زي كوفيه لونها بينك، قصدي اللي هي بتتلبس كابيشون كده لونه بينك، ولابسه كوفيه لونها اسود مع البلوفر بينك وبنطلون اسود، والجوانتي بتاعها البينك مع البوت بتاعتها الفظيعه. الله لا دي شكلها جامد جدا، انا عن نفسي عجبتني قوي. قولولي بقى في الكومنتات ايه رايكم فيها. لو عجبتكم ان انا اجيب لها لبس تاني، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.